السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سأشرح لكم بعض الخطوات المهمة جدا قبل أن تضع أي عنوان أو أي موضوع أو مقالة أو فيديو أو نصا في مدونتك أو في موقعك. قبل أن تضع هذه العناوين لا بد لك أن تتبع بعض الخطوات التي سأتحدث عنها إن شاء الله. وأكيد أننا وكلنا نبحث أو نتمنى أن يكون موضوعنا في أوائل جوجل أو على الأقل في الصفحة الأولى أو الثانية في جوجل. وكي نصل إلى هذه العملية لابد باتباع بعض الخطوات التي سنتحدث عنها. وكي لا أطيل عليكم، كما يقولون الكلام ما قل ودل، سندخل في الشرح مباشرة. فأنا مثلا أريد أن نضع عنوان مناسب. أول خطوة عنوان مناسب. فقبل أن أضع أي عنوان مناسب لابد أن أجي أبحث عن هل هذا العنوان يبحث عنه الناس في جوجل أم لا. أولا هل يبحث عنه الناس أم لا؟ فمثلا أنا قلت يعني مبتدئ ولا أعلم في هذه الأشياء لا شيء. فمثلا أريد أن أتحدث عن برنامج في سي، فأختار أول شيء أدخل إلى موقع أدوورد، هذا الموقع أدوورد. ثم بعد ذلك كونكتي وانخراط، يعني بعد ذلك أنت طبعا عندك مدونة بلوجر أو أي موقع لا بد أن يكون عندك عنوان بريد من جيميل. فلا بد أن لما الدخول مباشرة يقول لك أعطيني يعني الرقم السري إلى آخره، أنت كونكتي إلى آخره. ثم بعد ذلك تختار أوتيل، ثم تختار أوتيل، يعني هنا اختيار بلانيفيكاسيون ديموكلي، يعني أداة تخطيط أو أداة مفتاح الكلمة، اسمه أداة مفتاح الكلمة أو تخطيط الكلمة. تقوم بالضغط عليه اختيارها، ثم بعد العملية الثانية تقوم بشيخش يعني البحث عن كلمة مفتاح الكلمة. تقوم بالضغط هنا وتكتب مثلا برنامج فينسي مثلا، ثم تختار في هذا المكان، يعني تترك هذا الشيء هكذا خلي، يعني هنا تختار البلد عرب او فرنسا، يعني المكان الذي تريد ان تبحث عنه، يعني طبعا تركتها عرب. ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على البحث، نختار الخانة الثانية موكلي، كما تلاحظون أن البرنامج يعني يبحث عنه 2400 إلى آخره شخص. فأنا أقوم ب يعني مناسب، يعني الناس يبحثون عنه، أقوم بنسخه. ثم العملية الثانية أذهب إلى جوجل، اتبع هذه الخطوة أخي الكريم، أقوم بنسخه ثم الضغط على بحث. فبرنامج في سي كم شخص وضع يعني هذا العنوان 355 ألف، يعني هو مناسب. يعني إذا وجدت 500 شخص، 500 ألف، يعني 500 ألف فهو مناسب، ولكن كلما كان أقل فهو أفضل وأحسن. فمثلا أقوم بكلمة تحميل برنامج فيرسي، أقوم بالبحث. فهذه عملية يعني تحتاج إلى يعني شيئا من الصبر. تحميل برنامج فيرسي 250، ممتاز جيد، والناس تبحث عنه كثيرا. فأنا هكذا أستمر، أجد يعني عنوان يبحث عنه الناس كثيرا في فيرسي، ثم بعد ذلك أختار هذا العنوان. مثلا أنا هذا العنوان 250 ألف مناسب، أختار يعني ممكن أن أكون في الصفحة الثانية أو الأولى مع كثرة الكتابة إلى آخره، أكون في الصفحة الأولى، أقوم بوضعه في هذا المكان. مثلا تحميل برنامج في سي، فهو عنوان يبحث عن الناس. فإذا كنت أنا يعني مبتدئ مباشرة ماذا سأفعل؟ سأختار في سي هكذا. وفي سي إذا وضعناه هنا، في سي مباشرة، إذا وضعنا في سي مباشرة
سنجد سنجد أن 44 مليون و200 ألف شخص وضع هذا العنوان، إذا هو غير مناسب ولن تكون من الأوائل، يعني لن تكون ولن تكون. لذلك تبحث على عنوان يبحث عنه الناس، ويبحث عنه الناس، وفي أدوورد، يعني في أدوورد، في هذا الكلي موكلي، في يعني الكلم، يعني مفتاح الكلمة، ثم تجد تبحث عن عدد الأشخاص الذين وضعوا في هذا المكان، عدد الأشخاص الذين وضعوا نفس العنوان. يعني إذا وجدت ما هو أقل فهو أفضل. طيب أنا يعني وجدت عنوان مناسب، عنوان مناسب. الآن سأكتب عنوان. أخي الكريم، كان يا مكان، في قديم الزمان كنا نكتب تحميل برنامج كذا كذا كذا، ونتحدث إنه من برامج كذا، وأكتب تحميل برنامج كذا كذا، ونكتب مقالات، ثم نعيد تحميل برنامج كذا كذا، ثم كلمة تحميل نجعلها يعني مفتاح في يعني جعلها في أوائل جوجل. ولكن الآن جوجل تطور لدرجة أنه يعني يكشف هذه الكلمات ثم يرجعك إلى الوراء. يعني أنت أكتب كلام طبيعي، عدد الكلمات، قل مثلا 300 كلمة، 300 كلمة يعني تناسب جوج أسماء، مثلا VLC، برنامج VLC، أو حتى ثلاثة، لا تفوت ثلاثة. يعني كلما زدت في الكتابة، كلما تضع عنوان ما يسمى بمفتاح الكلمة. العملية الثانية، كاين الاختصار، العملية الثانية مثلا هذا الموضوع، انا كتبت هذا الموضوع في موقع انفو تيري ساتي .com، كتبت على اوفو، برنامج اوفو. انا انظروا، انا اخترت هذا العنوان، برنامج اوفو، تعلمون برنامج اوفو، يعني انا يعني مناسب. برنامج اوفو 54501 وضع العنوان، يعني مناسب، يعني ممكن أن أكون في أوائل جوجل، أو أكون في الصفحة الأولى أو في الثانية. فطيب أنا سأقوم بالعملية الثانية، هو مثلا كتبت عنوان، تحدثت عن أوفو مثلا، قلت أن برنامج محادثة والدردشة الصوتية باستخدام ويب إلى آخره، وهو من برامج أفضل إلى آخر تلك السيناريوهات. فأنا سأقوم بنسخ كلام الذي وضعت في المداولة بلوجر، أقوم بنسخه هكذا، ثم أذهب إلى موقع مهم جدا، وهذا الموقع هو هذا الموقع الذي تشاهدونه أمامكم، وسأضع لكم إن شاء الله الرابط، كل موقع في موقع إن شاء الله. فهذا الموقع يعطيك يعني إذا يعطيك كم شخص كتب نفس الموضوع الذي كتبت، نفس الموضوع الذي كتب. فأنا سأقوم بنسخه، يعني أنا قمت بنسخه هنا قبل أن أقوم بنشره، ثم آتي وألصقه في هذه الخانة الخاوية، ثم أضغط على فيريفي. ثم أجد أن الناس قد وضعوا نفس الموضوع تقريبا 31.37 26 20 19، ممتاز، يعني ليس هناك تناسق 100%، هناك تناسق 31%، يعني لا أخف. طيب لو مثلا وجدت 50% يكون باللون الأحمر، قم ببعض تغييرات، فإن الموضوع الذي كتبت فله نفس موضوع في موقع آخر، مثلا هذا الموقع يعني يناسب تقريبا نفس الكلام الذي قمت بكتابته في هذا الموقع، فأنا سأقوم بتغيير بعض الكلمات أو زيادة بعض الكلمات لأخالف المواقع الأخرى التي لها نفس الموضوع الذي أتحدث فيه. طيب كما تعلمون أن جوجل أدسنس، لما تشترك في جوجل أدسنس، يعني موقع يعني تقوم بالربح منه، فإذا وجد هناك يعني تناسق فسيعلم أنك ممن قام بعملية نسخ ولصق. فهذه عملية نسخ ولصق فهي عملية بخيلة،
فأنت اكتب خق، يعني عادي أنك تدخل إلى موقع وتجد موضوع وتقرأ ذلك الموضوع وتفهمه جدا، ثم بعد ذلك اكتبه بالطريقة المناسبة التي يعني بطريقتك أنت الخاصة بعبقريتك، لا تأخذ كوبي كولي كوبي كولي، فاعلم أنك يعني أدسنس سوف تقوم بعملية إيقاف يعني المدخول. فهذه العملية الثانية. ثم في هذا الموقع، نفس الموقع، ممكن أن تبحث عن ترتيبك في جوجل مثلا. فالمهم نحن نتحدث عن هذا الموضوع. ثم بعد ذلك لما أجد أن هذه الموضوع 37 40 فلا إشكال أقوم بوضعها في مدونتي، ثم أضع لها صورة جميلة إلى آخره، وهكذا يعني تستمر بهذه الطريقة، يعني تكون جيدة في نشر في جعل موضوع يعني العنوان أو موضوعك في أوائل جوجل. طبعا حاول أن تكثر في الكتابة والمقالات وكلام هكذا، يعني كثرة ما الكلام يعني يكون مناسبا في إظهار موقعك في أوائل جوجل. والنصيحة التي أنصح بها، لا تقم أخي الكريم أن تضع المواضيع يعني نسخها ولصقها نسخها ولصقها، فهكذا يعني تعرض نفسك إلى يعني إلغاء يعني الأدسنس معك، ويعني يذهب عملك هباء هباء منثورا، يعني يذهب بدون فائدة. وهناك أيضا يعني هذا موقع لن أتحدث عنه كثيرا، فهذا الموقع مناسب جدا، ولكن مع المواقع الإنجليزية أو الفرنسية إلى آخره، لأنه لا يدعم اللغة العربية، فهو يعطيك عدد كلمات المفتاحية التي وضعت، يعني إذا كانت أكثر من 3% فأنك يعني فاعلم أن جوجل يعني بانجوان، أعتقد جوجل بانجوان ينزلك أو يهبطك من جوجل. يعني كنت في كان يا مكان كان في يعني كان زمان يعني الناس يضعون كلمات مفتاحية كثيرة، برنامج في سي، وإنه برنامج كذا، وإنه برنامج كلمة برنامج في سي مثلا، أوفا أوفا إلى آخره، يكون من الأوائل. ولكن الآن جوجل تطور، يعني لذلك هناك موقع يقول لك أنت قد يعني لك 3% في هذه الكلمة لن تزيد، يعني إذا زدت 4% فاعلم أن جوجل بانجوان سينزلك من جوجل. طيب، وهكذا أعتقد قد انتهيت في شرح طريقة يعني جعل موضوعك مناسبا في مناسب، وموضوع يعني عنوان يبحث عنه الناس، وعنوان يعني سببه يعني السبب الذي سيكون في إدخال الزوار إلى موقعك. وأعتذر على الإطالة وأشكركم على المتابعة. وهذا هو موقعي www.info-sati.com، وصفحتي على الفيسبوك. مرحبا بكم، متابعتي على الفيسبوك أنفو ساتي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.